وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي السيد عاطف الحاسية، عضو التكتل المدني الديمقراطي الليبي. سيد عاطف، إعلان النفير والتعبئة العامة يعني تهيئة كل موارد الدولة للانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب. الآن بهذا الإعلان، ما هي الإجراءات المتخذة في ضوء النفير العام؟ يعني هل فقط ستكون التهيئة أو الاستعدادات عسكرية فقط؟ هو من الناحية القانونية، في حالة النفير العام يعني بشكل واضح وصريح بأن هناك اعتداء على السيادة الوطنية وخاصة من دولة خارجية. فحالة النفير العام ليست شأن داخلي، بل هي شأن إقليمي ودولي وعلاقة ليبيا حتى بجيرانها. فالاعتداءات المتكررة من تركيا من بداية النظام التركي بتسليح الخارجيين عن القانون منذ أكثر من 4 سنوات، في زيادة وتيرة الشحنات الأسلحة إلى ميناء مصراتة وميناء طرابلس، وأيضا إعلان بأنها تقف وراء تسليح ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، وبالتالي وأخيرا تدخل التركي المباشر بطيرانها المسير على وحدات الجيش الليبي المتمركزة في غريان. وبالتالي هنا هذه ردة فعل قانونية ورئيسية ليعلم الجميع بأن هناك اعتداء على الأراضي الليبية من دولة أخرى. سؤالي الآن لكي نقرب الصورة أكثر لمتابعينا، ما الذي سيتيحه هذا الإعلان للنفير العام من إجراءات ستتخذ في الدولة الليبية، يعني لصد التهديدات التركية كما تقول؟ القدرات العسكريه الليبيه يعني ليست كما هي عليه من قبل 2011، وبالتالي حاله النفير العام هي دعوه لكل الجيش الليبي والشعب الليبي بالوقوف في ضد هذه الهجمات، وبالتالي استعداد الشعب بان هناك اعتداء حقيقيا على الاراضي الليبيه. حاله النفير العام ايضا طيب سيد عاطف، يعني المتابع لكل ما يحدث من عمليات في طرابلس يعني يفهم أنه الجيش الليبي يقوم بالفعل بعمليات ضد الميليشيات في طرابلس، لكن هذا الإعلان الآن ما الذي سيفتحه من أبواب جديدة للتصدي للتهديدات التركية؟ وباختصار لو سمحت، أول باب والباب الرئيسي هو إعطاء إشارة لدول المنطقة وخاصة جارة مصر الشقيقة بأن هناك استخدام للمجال الجوي القريب جدا من هذه الحدود المصرية سواء البحرية أو الجوية في الاعتداء على ليبيا. وهنا يجب على الجميع أن يعلم أن تركيا أرادت وما زالت تسعى وراء بسط سيطرتها على المتوسط وخاصة في المنطقة الاقتصادية المحصورة ما بين تركيا وليبيا، وهي منطقة متنازع عليها بينها وبين قبرص، وهناك أيضا أحكام قضائية ضدها في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي جزء من عملية كبيرة في الاستيلاء على المتوسط وخاصة التنقيب على الغاز والنفط فيه. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات سيد عاطف الحاسية، عضو التكتل المدني الديمقراطي الليبي، حدثتنا هاتفيا من بنغازي.